وحول دور المرأة المصرية في دعم الوطن، أشاد الرئيس السيسي بدور المرأة المصرية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. وشدد الرئيس السيسي على أنه لولا هذا البرنامج لأصبح وضع مصر صعبا في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها مصر. ولما جينا حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المرأة المصرية، وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف قاسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومساندتها. وأنا لما بقول الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ، إن لولا هذا الدعم يعني طبعا ما حدش يفهمني غلط، يعني الراجل موجود وبيقوم بدوره وكل حاجة، ما أنا راجل برضو يعني، لكن صحيح يعني، لكن المرأة هي يعني، افتكروا بإنصاف، افتكروا أي زوج يفتكر بإنصاف زوجته بتعمل إيه، يفتكر كل ابن بإنصاف والدته بتعمل إيه، يعني يفتكر كل ابن أمه عملت إيه بإنصاف. أنا بقول ما بقولش من حياز، حاجه ان هي اعطت كثيرا جدا يعني. فنيجي لموضوع الاصلاح الاقتصادي تحديدا، انا بتكلم لان ظروف قاسيه جدا مرت علينا في الوقت ده، لكن هي كان بدعمها احنا مررنا بيه والحمد لله. وانا عايز اقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولولا هذا الموقف ولولا الاجراءات اللي اتعملت ديت، انا بقول لكم ان احنا خلال السنتين اللي فاتوا والأزمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، الأزمة العالمية اللي احنا بنعيشها دلوقتي، صدقوني لو ما كانش هذا البرنامج وفقنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم ودعمكم، احنا كان هيبقى موقفنا صعب قوي 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 في اللي احنا بنعيشه دلوقتي.